خلونا نروح. الحقيقة في يوم زي ده كان لابد إنه قناة النادي الأهلي وكاميراتها تروح عشان تزور مسقط رأس محمد عبد الوهاب الفيوم، وتحديدا سانورس. وخلال اليومين اللي فاتوا يعني قابلنا عدد كبير جدا من أهله ومن أصحابه ومن إخواته. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية. طلته معروفة، بمجرد أن يستلم الكرة على أرضية الملعب تجده يخلق لنفسه عالما خاصا بمعشوقته، فيمرر ويسدد بدقة ومهارة عالية ليصبح في وقت قصير جدا من أمهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية. النجم الراحل محمد عبد الوهاب الذي تحل اليوم الذكرى 14 لرحيله عن عالمنا، رحل وسط صدمة داخل أسوار القلعة الحمراء وحزن شديد خيم على الجمهور المصري بكافة انتماءاته. العلاقة بين الجمهور والراحل عبد الوهاب عنوانها لا للنسيان، فعلى الرغم من مرور سنوات عديدة على انتقاله لجوار ربه إلا أنه لا يزال نقطة نور رحلت عن عالم الساحرة المستديرة. فلا تنسى جماهير وعشاق النادي الأهلي والكرة المصرية بصفة عامة ذلك اللاعب الذي تميز وظهر بأداء مشرف طوال فترة تواجده بالملاعب. أربعة عشر عاما مرت على رحيله، ولم ينسى جمهور الأهلي حتى الآن البطولات التي حققها محمد عبد الوهاب مع الفريق والمنتخب الوطني، حيث تمكن من تحقيق 7 بطولات في موسم واحد. لحظات حاسمة لا تنساها الجماهير عند سقوط الخلوق عبد الوهاب على أرضية ملعب مختار التتش أثناء إحدى التدريبات صباح يوم 31 من أغسطس عام 2006، مرتديا تيشيرت المارد الأحمر ليودع المستطيل الأخضر، مخلدا اسمه بمسيرة رياضية يشهد لها الجميع بأن شعارها كان الإخلاص وزينتها الوفاء وعشق كيان الأهلي. قناة النادي الأهلي حرصت على التواجد في منزل النجم الراحل بمسقط رأسه بمحافظة الفيوم لإحياء ذكرى رحيله، والتقت مع والدته التي قالت: هو الإحساس هو كأنه يعني هو لا بيروح عن بالي ولا أنا بنساه، ولا يعني ربنا هو اللي بيصبر وربنا اللي بيعيني، وفضل من ربنا ان انا واقفه على رجلي لحد الوقت. هو بس صبر من عند ربنا، هو صبر من عند ربنا اللي انا فيه دي. اما شقيقه فتحدث عن الدور الكبير الذي لعبه محمد عبد الوهاب في حياه عائلته باعتباره السند، حيث اكد: محمد كان هو المسؤول عن كل حاجه، كان اخ واب، وطبعا كان انسان يعني كان طيب جدا، كان محترم جدا، كان بيعلمنا الأخلاق، كان بيعلمنا كل حاجة كويسة يعني. عدسة قناة النادي الأهلي اهتمت أيضا بعمل جولة بمركز شباب مدينة سينورس التي تحمل فيه صالة الألعاب الرياضية اسم النجم الراحل، وأجرت حوارا مع الكابتن فرج عبد المحسن الذي حكى تفاصيل مزاملته لعبد الوهاب في مركز الشباب ونادي الألومنيوم، والذي أوضح: بدأت علاقتنا ان هو كان بيجي يلعب معايا ويتمرن معايا خلال فتره يعني لحد ما وصل 15 سنه، واحنا كنا في نادي الالومنيوم حوالي 5 لعيبه 6 لعيبه في نادي الالومنيوم. بعد كده جاء الالومنيوم معانا وكان بيتمرن في الناشئين، قعد سنه في الناشئين في الالومنيوم، بعد كده صعد معانا فريق اول. كما تحدث عاشور جابر وهو احد جيران محمد عبد الوهاب بمسقط راسه عن ذكرياته مع اللاعب الراحل قائلا: كابتن محمد عبد الوهاب كان جيراننا في البيت،
صديق من منذ الطفولة. كابتن محمد عبد الوهاب نموذج للشاب الخلوق، نموذج للشاب المحترم، للشاب المؤدب. الدليل على ذلك انه عايش جوه الناس وعايش في نفوس الناس وعايش في جوه ذكرانا احنا، الذكرى ال 14 والناس لسه مفتكراها لحد الان، محدش نسيه.